إنهم يفاوضونك ويقايضونك على استقلالك، على حريتك، على أناك. يجب أن تتطابق، وإلا وبعد إلا القوس مفتوح أيها الإخوة، لا يغلق، من الإحراج النفسي، من السخرية المبطنة، من الإقصاء، من تشويه السمعة، وأسهل شيء القتل. القضية خطيرة، انتبهوا. قبل يومين اتصلت بي شخصية مسلمة في الحق إسلامية، قضت حياتها في تبني وحمل هم المشروع الإسلامي والالتزام به والتبشير به في حدود ما أوتيت، في حدود ما آتاها الله، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. تسأل هذه الشخصية في حزن وتمرر، لماذا يسألونني عن رأيي في الوقت الذي يعلمون أن رأيي لا يتطابق مع رأيهم، وأكثر من ذلك في الوقت الذي يدرون أن رأيي لا يغير من الأمر شيئاً، لأنني لست شخصية قيادية، لست متنفذاً. لماذا؟ قلت بسيط، الجواب بسيط وسهل وقريب، يريدون إشارة إذعان. إنهم يفاوضونك ويقايضونك على استقلالك، على حريتك، على أناك. يجب أن تتطابق، يجب أن تساير، يجب أن تمتثل، وإلا وبعد إلا القوس مفتوح أيها الإخوة، لا يغلق، من الإحراج النفسي، من السخرية المبطنة، من الإقصاء، من تشويه السمعة. هذه في الحالات العادية، في حال نشبت حرب أهلية، القتل أول شيء، القتل مباشرة لكل من لا يمتثل، لكل من لا يتطابق، وأسهل شيء القتل. القضية خطيرة، انتبهوا. هذا التدرج، وفي الحقيقة هذا التدهور، من الإحراج والسخرية المبطنة وتجهيم الوجه والسحنة أيها الإخوة، بتعال عليك ممكن ينتهي في فرصة قريبة جداً إلى القتل وسفك وتسيح الدم. فالعلاقة جد متينة وقوية وحاضرة بين الطرفين، بين طرف السخرية وطرف سفك الدم، لأن البنية واحدة، البنية التي تشعر أنها تمتلك الحقيقة المطلقة، أنا وفقط، نحن وفقط، أهلاً بنا وداعاً لكم، أنا أفوز أنت تخسر، أنا واحد أنت صفر، مباراة صفرية كما تقول نظرية الألعاب الجيم ثيري، نحن نفوز أنتم تخسرون، نحن كل شيء أنتم لا شيء، نحن نحضر أنتم تغيبون. منطق مخيف مرعب. لذلك إخواني وأخواتي، حين يقال إن التسامح ليس مجرد فضيلة، أكبر من ضرورة، لكن ما هو أهم أن يقال إن التسامح يشكل الحد الأدنى وليس الحد الأمثلي، ليس الحد الأقصى والأعلى، الحد الأدنى، المينيموم، أقل شيء ينبغي أيها الإخوة أن نؤكد عليه هو التسامح، أقل شيء، الحد الأدنى، لأنه بدون هذا الحد الأدنى تدخل المجتمعات في فوضى، في احتراب، في تنافٍ، في تناسخ، ينسخ بعضها بعضاً، ينفي بعضها بعضاً، يمسح بعضها بعضاً، الحد الأدنى هو التسامح. والعجيب إخواني وأخواتي، كلما تسامحنا فتحدثنا عن التسامح وششبنا التعصب بكل أشكاله ومبانيه وتمظهراته، الديني منه والثقافي والسياسي والأيديولوجي، وهذه المظاهر الأربعة الأشهر للتسامح وللتعصب طبعاً في المقابل، لأن التعصب كما قلنا لكم هو الضد النوعي للتسامح، هو الضد النوعي. كلما فعلنا هذا يأتيك من يعترض ومن يعلق ومن يريد أن يقيد وأن يحدد وأن يأتي بألف تحفظ، ويأتيك من يريد أن يشطب على كل الكلام ليقول لك: وهل أتسامح مع قاتل أبي؟ وهل أتسامح مع الذي يحتل وطني؟ وهل 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 وهل. ومن قال لك هذا؟ من أفهمك هذا؟ أصلاً غياب ثقافة التسامح، في ظل هذا الغياب أيها الإخوة، طبيعي جداً أن تجد جامعياً أو أكاديمياً لا يفهم ما هو التسامح، ويبدأ يقيد
ويتنقد عليك كما يفعل مراهق غر لا يعرف شيئا في دنيا الفكر والثقافة، فضلا عن أن ينظر لكيف تعيش الجماعات والطوائف والمذهبيات والأحزاب في أمة مهددة بالطرد من الجغرافيا والتاريخ معا كما يقال دائما. هل أتسامح مع قاتل أبي؟ من قال لك أصلا؟ هل هناك من قال على مستوى العالم أيها الإخوة من العالمين أن التسامح يعني شطب القوانين؟ أن المجتمع التسامح مجتمع بلا قوانين؟ أن المجتمع المتسامح مجتمع أيها الإخوة لا يعرف ترسيم وتحديد وترتيب عقوبات على الجرائم؟ من قال لك هذا؟ أتسامح مع قاتل أبي؟ شيء غريب، طريقة عجيبة في التفكير تحبطنا حقيقة، تشعر الإنسان بالإحباط. هذا مستوى شبابنا، هذا مستوى الجامعيين، هذا مستوى المفكرين الدارسين تماما. ككلما يعني في كل مرة تحدثنا فيه عن الحرية يأتيك بألف تحفظ، لأنه في الحقيقة لا يريد أن ينظر للحرية، هو مستمتع بالعبودية. الحرية ستأتي بكذا وكذا 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 وكذا. طبعا كل شيء إخواني، هذه الدنيا ليست عالم التمحض ولا التجرد، ما فيها خير مطلق، ما فيها شر مطلق، ما فيها شيء مطلق. هذه الدنيا كل شيء له مزايا وله مثالب، له إيجابيات وله سلبيات، طبيعي. حتى الحرية وحتى التسامح، كل شيء، حتى التعصب له إيجابياته طبعا كما قال دينورفال، تعصب له إيجابياته كما قال تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، لكن سلبياته أعظم من إيجابياته مليون مرة، أليس كذلك؟ ليس هكذا تورد الأمور، ليس هكذا يدار عالم الفكر أو الأفكار إخواني وأخواتي. لا، التسامح لا يعني إلغاء القوانين. لذلك الآن هنا في الغرب هذا الذي يعني يتحدث كثيرا عن التسامح، وبلا شك أصاب أقدارا هائلة من التسامح بفضل هذا التسامح. نعيش نحن هنا كمسلمين مرفوعي الرأس، نخطب ونؤذن ونكبر ونصلي، طبعا لم ننل ولا ينال أحد كل حقوقه، لأن هذه المجتمعات ليست مجتمعات مثالية، لم تغلق قوس التاريخ، لكن تنال أكثر مما تناله في بلدان عربية وإسلامية باسم الإسلام وباسم حتى أخوة العروبة، مش بس أخوة الدين، أخوة العروبة. لا تنال، لا تنال ربما عشر ما تناله هنا، حتى العشر كثير، حتى العشر كثير. هذه حقيقة، هذه حقيقة. هنا يتحدثون في مجتمعات التسامح أيها الإخوة، عيش التسامح والتنظير وفلسفة التسامح وأشكلة التسامح، يشكلونهم حتى على إيه؟ على مفهوم التسامح. يتحدثون عن التسامح المتعصب كهربرت ماركوزي، يقول لك هذا تسامح تعصبي طبعا، حين لا تعطي الناس القدر الكافي من المعلومات، من الحقائق، من المعطيات، حين لا تمكن الجماهير والعامة من أن تصل إلى مصادر المعرفة ومصادر المعلومة، تسامحك هذا التسامح قمعي طبعا، لأن هذه الجماهير في نهاية المطاف ستسير في اتجاه السلطة التي تخلق لها الرأي وتحدد لها اتجاه. يقول ماركوزي هذا تسامح قمعي، يؤشكل هذه الأشكلة، يؤشكل مفهوم التسامح. هذا شيء جيد جدا ونبيل ومتقدم، هذا متقدم فكريا وثقافيا إخواني وأخواتي. يتحدثون عن زيرو تسامح، يقول لك إزاء أشياء معينة هناك زيرو، صفر تسامح أو تسامح صفر، مثلا إزاء خطف الأطفال ما في تسامح، زيرو. لا ينبغي لدولة على الإطلاق ولا جهاز أمن أن يتساهل، يقول لك تسامح، تتسامح مع هؤلاء الوحوش، مع هؤلاء الغيلان الذين يخطفون الأطفال، يعدمونهم مستقبلهم أو مستقبلات من جهة التعبير، يدخلونهم في دائرة جهنمية من تجارة الجنس والمدع والفسق، شيء غريب، طلبا للنقود أيها الإخوة، طلبا للمال، طلبا للثراء الفاحش السريع، خطف النساء بالملايين. وطبعا هذه المرة نساء بيض، هذا الرقيق الأبيض مش الرقيق الأسود، بالملايين خطف النساء، تجارة الأعضاء، تجارة الأعضاء، جرائم قتل مقننة يحدث هذا في الغرب الأوروبي والأمريكي. تسامح صفر يقول لك، وبعدين بدخلوا الإرهاب عاد، وهذه قصة كبيرة، قصة معقدة، لكن الإرهاب إذا اتفقنا على أن شيئا ما هو إرهاب حقيقي، التسامح صفر، ما في، ما في أن تنفذ برنامجك السياسي، تمارس ضغوطات سياسية بقتل مدنيين عزل لا ذنب لهم، هذا هو الإرهاب الوقح القبيح، لا ينبغي أن يتسامح معه أحد تحت أي ذريعة، قتل وحجز أيها الإخوة، اختطاف مدنيين، أخذهم كأسرى، عزل لا علاقة لهم، لكي تفرض خيارك السياسي، هذا إرهاب بلا شك، هذا إرهاب باسم الدين، باسم الوطن، باسم أي شيء لا يعنيني، هذا إرهاب، التسامح معه صفر. الكل يتفق على هذا إخواني وأخواتي،
الكل يتفق على هذا. لكن لعود إلى جواب سؤال تلك الشخصية الملتزمة دينيا، تسأل بمرارة بأسى بحزن، لماذا؟ لماذا يصرون على معرفة رأيي؟ يعلمون أن رأيي لا يتطابق، يختلف عن رأيهم في هذا على الأقل في هذه الجزئية يا سيدي، مع أنه يتطابق في 50,000 جزئية. لا، الآن فقط حين أعربت عن حريتك، عن استقلالك، أن عندك أنا، عندك شخصية يا أخي، عندك كيان، أستطيع أن أقول لجماعتي، لحزبي، لتنظيمي، لجماعة مسجدي، لجماعة مذهبي، طائفتي، لدولتي، لا، مش مقتنع، لا أتطابق معكم. هنا ينسى كل التطابق، كل الامتثاليات، المسيرات السابقة، ونأتي الآن إلى هذه النقطة فقط. طب لماذا هي محرجة لهذه الدرجة هذه النقطة؟ لماذا تحرجهم؟ لماذا تضايقهم؟ لماذا تستفزهم؟ لأنها تؤكد أنك أنت أنت، تستطيع أن تقول أنا. هذا غير محبب للأسف في كل الدوائر القمعية التي تقوم على التسلط على الناس أيها الإخوة، واحتكار الحقيقة وادعاء أنهم يتكلمون باسم الحقيقة، الحقيقة السياسية، الثقافية، الدينية، الأيديولوجية، بغض النظر، انتبهوا، أخطر شيء. كل من لا يؤكد على استقلالك، من لا يحترم رأيك، من لا يحترم حريتك، من لا يحترم اختلافك معه، أنا أقول لك هذا لا يمكن أن يدعي أنه يريد الخير لك، لا باسم الدين ولا باسم الوطن ولا باسم أي شيء آخر، هذا يريد أن يمارس سلطة عليك، يريد أن يقمعك فقط، يريد أن يمارس سلطته بمقدار ما يمارس سلطته هو عليك. المسكين هو مأفون نفسياً، يجد نفسه تتضخم ذاته عند ذاتها، عند نفسها تتضخم نفسه عند نفسها، تجادل كل نفسنا هكذا يا أخوان، يتضخم، يشعر بنفسه، لكن في مقابل أن يحول أو يحيي الآخرين إلى أصفار. ثمن باهظ هذا، وهذا مسلك لا إنساني، وهو أول ما يدفع ثمنه أيضاً، لأنه يتحول إلى طغيان فارغ يفقد إنسانيته